كله كويس، يسعدنا ويباركنا ويفرحنا ونتهلل بقدوم قدس أبونا ديفيد بنجامين من كنيسة الملاك أورانج كاونتي. أبونا and I, we go way back. And I'm so happy personally إن أبونا هنا with us. ناخد بركة ونستفيد من قدس أبونا. ولو أي حد عنده أي أسئلة صعبة لو سمحتوا جهزوها، علشان هو أبونا يحب الأسئلة الصعبة جدا جدا جدا، وأنا بحب أشوفه بيجاوب على الأسئلة الصعبة دي. يعني لا يا أبي، بركتنا يا أبي بجد، خدنا بركة كبيرة. كل سنة طيبين. احنا قدامنا 5 دقايق بالظبط، ماشي؟ دقيقتين ونص، وبعد كده دقيقتين ونص تاني هنعمل حاجه تاني. البنات بقى، انتوا احنا 2 4 6 8، لو عايزين تلعبوا لعبه واحده انتوا الكل ممكن، مونوبولي. لو عايزين تلعبوا ممكن تلعبوا كوتشينة الشايب مثلا، تلعبوا اي حاجه. ومين تاني؟ مين تاني؟ وفي واحد تاني UPN. بس كويس، تساعدوا بعض، حلو قوي. عايز ايه رايكم في الجيم؟ حلو، ربنا يخليك. ايه رايكم في الحوار مع بعض؟ بس اشتركتوا مع بعض صح؟ اشتركتوا مع بعض في ان انتوا تطلعوا حاجه ولو لعبتوا كنت هتشتركوا اكتر. انا كنت عامل جيم تاني بس يعني الوقت بقى، تعمل جيم بقى ان كل واحد من الشباب يبقى مع مراته ويلعبوا جيم، وعايزين نشوف بقى، نصورهم، نشوف بقى ايه ال... عايز اقول ان تعبنا قوي عشان ندور على عروسة صح، وتعبنا قوي علشان نراجع نفسنا ونشوف اختيار دوت صح ولا لا. حطينا مجهود جامد ودي حياتنا، وعندنا استعداد ان احنا نحط مجهود رهيب لان دي حياتنا صح. ساعات بنلاقي ان احنا بنتبسط مع اصحابنا يمكن اكتر من احنا بنتبسط مع شريك وشريكة حياتنا. يمكن نلاقي ان احنا في حوار بيننا وبين صحباتنا، سواء كده على حد ولا على احداث، والكلام ما بيخلصش، ويجي كده ايه في البيت صمت، باز، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بعد ما احنا في الخطوبة وقبل الخطوبة كنا بنعاني ان احنا ايه؟ عايزين بقى ونقعد ونطلع ونخرج والوقت مش كفاية، الوقت بيمر بسرعة. حاجات كتيرة وعايزين نفهمها النهاردة كده ايه، وقدس أبونا كده يصلي من أجل ضعفي كده ان احنا ايه نفهم مع بعض. هما 9 نقط علشان نعرفهم، 9 نقط وكلهم حاجات عملية نفهم منها ونقدر نعرف منها ازاي نبقى مفيش ملل بيننا وبين بعض. اول حاجه يكون في حوار،
الحوار ليه شروط كتير قوي، وناس كتيرة جدا اتكلمت عن الحوار. بس زي ما انا بتكلم مع صاحبي وبحكي معاه وبنسى نفسي، زي ما انا برفع سماعة التليفون واتكلم مع ماما واتكلم مع صاحبتي وانسى نفسي بالدقايق والساعات، يا ريت يبقى في حوار بيننا وبين بعض، بين الزوجة والزوج. والحوار لازم، علشان اتكلم مع صاحبي لازم يحترمني، صح؟ مش هقدر ارفع سماعة التليفون اتكلم مع واحد قرفان مني، او واحد انا بالنسبة له ولا حاجة. اتكلم مع صاحبي اللي بيحترمني وبحترمه، يحترمني واحترمه. بتكلم مع صاحبي اللي هو ممكن يسمعني، مش ايه طب معلش انا بيزي دلوقتي باي باي، صح؟ يبقى اتكلم مع صاحبي اللي بيحترمني، يبقى اتكلم مع شريك حياتي وشريكة حياتي، يبقى في احترام في الحديث في الحوار، في تقدير، وفي كمان قبول. مش فاضي وما عنديش وقت، لان شريك حياتي او شريكة حياتي دي كل حاجة في حياتي، ده من خلالها او من خلاله انا هدخل السماء او مش هقدر. من خلاله ومن خلالها هدخل السماء. عجيب جدا ربنا ان يعمل العلاقات البشرية اللي على الارض، وهي وقتية، حتى الزوج والزوجة علاقات بشرية على الارض، لو يزوجون ولا يتزوجون في السماء، بل يكونون كملائكة الله. طب وما ليه بقى يا رب؟ هل علشان العلاقات البشرية الارضية الانسانية تنشئ وتوجد محبة خاصة، محبة بازلة، من خلال المحبة دي يبقى ليهم مكان في السماء الاتنين. وكأنك لو أخذت وقت ومجهود تقضيه مع شريكة حياتك بوقت واحترام وتقدير وسمع انصات، هتدخل من خلالها السماء، لأن محبة بازلة، محبة أنا إيه عايش للآخر، هي دي المحبة البازلة، أنا عايشة للآخر، أنا تعبانة ومعايا الطفل وبيعيط طول اليوم، وأنا إيه هو عايز حاجة أجري وأقوم أعملها له، هي عايزة حاجة أجري وأساعدها. حوارنا مع بعض يبقى شيق، وعشان يبقى شيق مش كل ما اكلم صاحبي ينكد عليا هبطل اكلمه، صح؟ فلازم يبقى حوار فيه احترام، حوار ويكون فيه تقدير للوقت، وحوار شيق. انا فرحان وانا بكلمه، انا بجري عايز اقول له الاخبار الحلوه، انا عايز اقول لها الاخبار الحلوه، عايز اقول لها احنا عملنا ايه النهارده. ده حوار. تاني حاجه مشاركه، مشاركه نشارك بعض في الكويس والوحش، نشارك بعض في حياتنا مع أصحابنا، نشارك بعض في الشغل، نشارك بعض في مشاكلي، ما بقاش أنا مهموم ومش عايز حد يلمسني وهي مش فاهمة هو مش عايز يكلمني ليه، أو هي مكشرة ومش عايزة تتكلم
مشاركة زي ما بتشارك صاحبك أول ما بيبص عليك كده ويشوفك فرحان أو متقدر تقول له ده حصل كذا وكذا وكذا، ده في الشغل عمله كذا، ده شفت اللي حصل في المجتمع الفلاني. شاركوا بعض قصصكم، شاركوا بعض حياتكم، حاجات اللي تهمكم، اللعب دي مشاركة. عشان كده رامز مثلا كان عارف لعبة وانتم مش عارفين. يا سلام بقى لو واحد منكم بيعرف يلعب شطرنج ومراته ما بتعرفش ويعلمها. سبك من حركتين وانت تتعقد بقى. ما انت هتعقديه في حاجة تاني برضو. حقيقي عشان كده يعني بنلعب كتير نلعبها. يعني اللعبة التانية الاكل. لا بلاش. ابونا على قده. فعلا والكنائس كلها حبيبي مش كيسة. لا اقصد الاكل يعني انت مثلا بتعرفي تعملي اكله معينه هو يجي يساعدك في الاكل. يبقى في مشكله هنا. يعني اقصد اللي انت بتعرفي ممكن تشاركيه وهو يتعلمه، اللي انت بتعرفه تشاركها وهي تعلمها، تبقى كده في يعني هي صاحبتك هو صاحبك. دي المشاركة في حاجات تخص لعب الكورة. ما انا ما بفهمش في الكورة، ما بفهمش مين اللي بيلعبوا ازاي، او الفوتبول، ما تعلمني الفوتبول عشان ايه؟ عارفة بصي ده لازم يعملوا ده، احنا في اول ما تشرح لها هتفهم، هتبدأ ايه تنفعل معاك بدل ما هي تبص على الكورة وماتش الكورة ان هو بالنسبة لها يعني ايه حاجة يعني يا كورة تاني. لا، لو هي اشتركت معاك هتحب الحاجة وتبقى منفعلة، وانت اشترك معاها برضو في الحاجات اللي هي انت ما بتحبهاش هي بتحبها. يبقى كده احنا بنشارك بعض حياتنا. تالت حاجة محاسبة النفس. ما ينفعش انا مغلطش، صح؟ ما ينفعش انا ما كنش غلط في حاجة. ما ينفعش انا اكون بيرفكت. ما ينفعش. اكبر غلط ان انا اطلع الاخر دايما غلط وانا اللي صح. يعني ابونا كل شوية يغلبني، طب حرام يعني. ده ايه ده؟ ما ينفعش. ما ينفعش ان انا ابقى دايما في حوار عندي الابروتش ان انا اللي صح والاخر هو اللي غلط. وعلشان اغير دي لازم اغيرها مع نفسي الاول. طب ما انا حاسب نفسي، يعني انا موقف حصل زعلنا من بعض، احاسب نفسي قبل ما اقول ايه؟ طب هي عملت كذا وكذا. لا، طب هي عملت كده ليه؟ هل ده رياكشن؟ هل ده رد فعل لأنا حاجة عملتها؟ وانتي برضو كده، هو ليه منكد عليا؟ هل انا عملت حاجة تخليه يعمل كده؟ محاسبة النفس مهمة جدا علشان نقدر نوصل لعلاقة ما فيهاش ملل او ما فيهاش فترات باز. تيجي كده تدخل البيت تبقى مش عايز تتكلم، او تدخل البيت تبقى مش عايز تتكلم، بتتجنبيه. هو ده اللي بيجيب الملل.
نتغلب عليه ازاي؟ ان انا احاسب نفسي هو احنا وصلنا ليه لكده النهاردة؟ ايه اللي انا عملته؟ ايه هي اللي عملته ضايقني؟ طب انا عملت كده علشان انا متضايق. طب انا متضايق ليه؟ ايه اللي ضايقني؟ طب ينفع اغير من طريقتي؟ طب ينفع اشرح لها؟ طب ينفع انا اكلمه ونتكلم مع بعض ونوصل لحل؟ علشان بدل ما ابقى كل شوية ردود افعالي بناء عن الغضب اللي هو فيه وانا مش فاهمة ليه، فانا بغضب اكتر او بتجنبه او بدخل في حوار مش هينهي لحاجة كويسة. محاسبة النفس، وبعد كده مرونة، تبقى مرن، مرن في علاقتك وعلاقتك معاه، ما يبقاش هو ده وبس، يا كده يا بلاش، يا إما اللي أنا عايزه يا إما مفيش، my way or the highway. ما ينفعش، ما ينفعش في العلاقة الزوجية عدم المرونة، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا ما بغلطش ابدا، وما ينفعش ان انا ما كنتش مرن، ما ينفعش ان انا ما اقبلش رأي الاخر. مش هيجرى حاجة، مش هتبقى اخر الدنيا لو مشينا على الفايف بدل فور وفايف، مش هنضيع الدنيا كلها من ايدينا، بس اكتر هنضيع لو ايه؟ لو صممنا لا هو كده. وبعد كده تيجي ايه؟ ان احنا نتفاهم مع بعض. اول حاجة حوار، مشاركة، محاسبة نفس والمرونة، وايه تاني؟ بعد كده لازم نعرف ان احنا زي ما تعبنا مع بعض ان احنا نختار بعض، ما ينفعش ابدا بالساهل ان انا ايه؟ اغضب، ان انا اتلوي، ان انا ازعل، ان انا اخد جنب، مش ممكن. لازم نبقى متمسكين ببعض، نتمسك بعلاقتنا مع بعض، ملناش غير بعض، ملناش غير بعض. واجمل حاجه كده في امريكا بتعلمنا ايه؟ ملناش غير بعض، صح؟ دنيا كبيره وواسعه، مصر كان فيه اصحاب واصدقاء واهل وجد وتيتا ومش عارف كله، هنا يعني نلاقي شوية قرايب بس ايه؟ برضو ملناش غير بعض. نتمسك ببعض، تعبنا في ان احنا نختار بعض، نتمسك ببعض. بعد كده هيبقى في مشاكل، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يبقى في مشاكل؟ ايه المشكلة يبقى في اختلافات؟ ايه المشكلة يبقى في وجهات نظر؟ ايه المشكلة ان انا اكون وقت زعلان متضايق، وقت ستريس، هي وقت تعبانة، هي وقت معاها البيبي والبيبي بيعيط، انا ما اتضايقت، او بكى البيبي ده واتضايقها هي، في احتمالات كتير قوي. علشان وجودنا مع بعض وتمسكنا ببعض مع المشاكل الصغيرة أول ما تبدأ، أجمل حاجة تدوب المشاكل وقفة صلاة،
مع بعض. وقفت صلاة. نديكوا كده ايه تدريب بسيط. لقيتوا الدنيا بعدت، مش عارفين تقعدوا مع بعض، مش عارفين يبقى فيه حوار، مش عارفين يبقى فيه وقت تقضوه مع بعض. وقفوا صلوا مزمور، مزمور واحد صعب. لو عجبكم صلوا تاني. وممكن تنسوا نفسكم تصلوا اكتر. بس وقفت صلاة. لما تلاقوا الدنيا خربانة شوية او بدأت تخرب، يلا نقوم نصلي مزمور. ما ظنش دوت في اي اهانة لأي حد ولا ايه؟ في اي اهانة؟ انا متضايق ومتنرفز وانتي بتقولي لي صلي مزمور؟ فش مشكلة، ايه المشكلة؟ انت متضايقه ومزعله مش عارف ايه بتاع وبتقول لي صلي مزمور، مش هصلي. فاش حاجه، مزمور واحد. ربنا اللي جمعنا، هو اللي يدوب الشر اللي عايز يدخل بينا. لا يغلبنك الشر، رومية 12:21، اجمل ايه دي. لا يغلبنك الشر. Don't be overcome by evil, but overcome evil with good. عارفين قعدت افكر فيها. بولس الرسول اخذها من السيد المسيح، بيقول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. صح؟ بولس الرسول بيقول لك ان الشر اللي جاي عليا دوت، انا وشريكة حياتي سواء من بره او من جوه ومن اي حته، ما اقدرش اغلبه بشر من جوايا، ما اقدرش ارد عليه بشر. لو رديت عليه بشر، الشر اللي انا هرد عليه بيه ده هيغلبني انا، هيغلبني انا. في الانجليزي جميله، don't be overcome by evil، يعني ما تخليش ما تستخدمش الشر علشان تقاوم شر، لان الشر اللي انت بتستخدمه ده هيغلبك انت، هيغلبك انت. يعني ما هو عمل كده لازم اوريه، ما هي عملت كده انا مش ده، بستخدم شر عشان اغلب شر، مش هيوصل لحل. بالعكس، الشر اللي انا هستخدمه ده هيهزمني انا. اخدها من السيد المسيح ازاي بقى؟ هو الشر ده عبارة عن نتيجة مين؟ الشيطان. الشر عمل من اعمال ايه؟ الشيطان. والخير عمل من اعمال ايه؟ ربنا. ربنا صانع الخيرات، الشيطان صانع الاشرار. فبيقول جم كده سيد المسيح يخرج شياطين، فقالوا له انت بتخرج شياطين ببعل زبول برئيس الشياطين. قال لهم لا، لحد كده ووقفوا، ما ينفعش، لازم اصلح لكم فكركم. مفيش شيطان هيخرج شيطان، مفيش شر جاي من شيطان هقدر اخرجه بشيطان يجيب شر. مفيش شيطان هيخرج شيطان، لكن الشيطان مين اللي يخرجه؟ المسيح اللي اقوى منه. الخير اللي هو اعمال الله هي الاقوى وتخرج وتقهر الشر اللي هي أعمال الشيطان. فيبقى مراتي أو جوزي بيعمل عمل حاجة غلط، ما ردش عليه بالغلط، ما ردش عليها بالغلط. أعرف أني كلنا ضعف، كلنا بنغلط، أرد عليها إيه؟ بخير. ومش هقدر اعمل كده الا لو كنت قوي متماسك وليا سيطرة على نفسي. اللي يرد الخير بالشر، اللي يرد الشر بالخير، ده انسان قوي
من جوه قادر يضبط نفسه. ضبط النفس دوت زي الاباء كده قالوا لنا من خلال الصوم. يبقى اول حاجه وقفت صلاه مزمور، تاني حاجه نبقى اقوياء في الصوم، نحاسب نفسنا في الصوم. الصوم دوت بيدينا قوه على ذواتنا علشان ما يبقاش اي حاجه بره تاثر عليا وابقى كل كياني عباره عن رد فعل لاي ظروف خارجيه. اي حاجه عملها بتاثر عليا. ليه؟ لو عملني كويس هعمله كويس، لو بصلي بس هوريه، لو عملت لي اي مش انا راجل ما يتبصليش كده، صح؟ لازم نبقى عندنا قوة من جوه، ضبط النفس، ودي بناخدها بالصوم، صلاة، مزمور، وصوم، وصداقة. مش صدقة، صداقة. أتصاحب معاها، تتصاحب معايا، نبقى أصدقاء، نبقى أصدقاء في كل حاجة. أكتر صديق ليا تبقى هي، أكتر صديقة ليا تبقى هي وهو، صح؟ مفيش حد هيخاف عليا أكتر منه، مفيش حد هيخاف عليا أكتر منها. الحوار بيخلينا نقدر نشارك مع بعض حياتنا. المشاركة لازم تكون فيها شد وجذر، فبيحصل ايه؟ اضطرابات. فلازم احاسب نفسي، مش احاسب الاخر، احاسب نفسي. يبقى ايه؟ مشاركة ومحاسبة النفس، وابقى مرن. ما ينفعش ان انا كل شوية الصح وهي اللي غلط، ما ينفعش كل شوية انت اللي صح وهو اللي غلط. ولازم ابقى عارف ان انا تعبت قوي 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 علشان اخده او اخدها واختارها، ولازم نتمسك ببعض. وعشان نتمسك ببعض لو في اي مشكله صغيره اول ما تبدا قبل ما تكبر وتتفاقم نعمل ايه؟ نقف وقفه ايه؟ صلاه، مزمور، ولو جدعان اكتر. وعلشان نبقى عندنا قوه في شخصيتنا ما نتاثرش بالظروف الخارجيه، ضبط النفس، محاسبة النفس، ان احنا نبقى قوية من جوه، ونتمتع كده ايه بقوة الصوم اللي ربنا بدناها لنا في الصوم. والصداقة اخر حاجة، الخصوصية. ما ينفعش ان اللي بيحصل بيني وبينه يتقال برا، ما ينفعش اللي بيحصل بيني وبينها مخلوق على وجه الأرض يعرفه. بينك وبين أب اعترافك، بينك وبين أب اعترافك، مخلوق على الأرض ما يعرفوش. دي الخصوصية اللي بينكم، علاقة خاصة جدا محدش يعرفها. تعلمها الكوتشينة ومش كل شوية تغلبها، تعلمي الطبيخ، دي موضوع كبير قوي بقى. الاختلاف، ما في يعني
حضرتك اسمك ايه؟ فيليمون؟ يا سلام. فيليمون لما جيت تتجوز ما اخترتش فيليمون صح؟ ما ينفعش فيليمونة. وانتوا برضو لما جيتوا اتجوزتوا ما اخترتوش نفسكم. فكلنا مختلفين، وجميل ان احنا مختلفين علشان نكمل بعض، علشان نبني بعض، علشان نكبر بعض، علشان نقوي بعض، عشان نطور بعض. الاختلاف يعني we should celebrate the difference. لازم كده نبقى فخورين ان احنا مختلفين، ان احنا فخورين ان احنا بنكبر بعض، بنكمل بعض. الراجل يبص كده اهو، يبص كده، الست تبص كده. لو في اي موضوع او اي ايفنت الراجل عارف هو عايز يعمل واحد اتنين تلاتة ويخلص، الست بقى لا، واحد اتنين تلاتة ده الف، ده يعني اللبس شكله ايه، الانوار شكلها ايه، المشاعر بتاع مين اللي وهيلبسوا ايه، طب وعزمهم امتى، طب وهيجوا في مع، طب ممكن يجوا متاخر، طب مين هيعمل الاكله الفلانيه، طب لحسن فلانه تعمل زياده، طب خلينا. انا ما اقدرش افكر في الحاجات دي، وهي ما تقدرش ما تفكرش في الحاجات دي. ولو ما فكرناش في الحاجات دي ممكن اليوم ما يتقضاش، ولو ما فكرناش في الستيبس اللي هي السريعه يبقى مش هنتحرك في يوم في حياتنا. عامله زي كده ايه، بشبهها بالعربيه، سواق العربيه اللي بيسوق العربيه. لو سواق العربيه باصص كده وماشي زي الصاروخ، لو اي حاجه جايه له من اي حته مش هيشوفها، هيلبس خلاص. لو انا بصيت على الانجل الكبيره دي ومش باصص قدام مش هتحرك. فلا ده ينفع لوحده ولا ده ينفع لوحده، فاحنا الاثنين بنكمل بعض. والجميل ان احنا الاثنين مختلفين عشان نقدر نتحرك. فعايزين نتعلم ان احنا يبقى بيننا حوار شيق، مش كل ما ارفع سماعة التلفون انكد، او ارفع سماعة التلفون وما اقولش كلمة، يبقى حوار شيق، ويبقى حوار فيه احترام، وحوار فيه تقدير للآخر والوقت، حوار يكون بناء. نتعلم ان احنا نشارك بعض في الحاجات اللي انا بحبها والحاجات اللي هي بتحبها علشان نقضي مع بعض وقت اكتر. والآية اللي عايزكم بقى ايه تفكروا فيها غريبة جدا، لوقا 18، بس نفتحها أول آية. لوقا 18
أول آية. قال لهم أيضا مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. يصلى كل حين ولا يمل، حاجة غريبة قوي. إزاي نعرف؟ شوف بقى ربنا عايز إيه مننا، نصلي كل حين وكمان إيه من غير ملل. والقصة نفسها ممكن تشرح لنا إزاي يصلى كل حين من غير ملل؟ أول حاجة نشركه في كل حاجة في حياتنا، في كل ظروفنا، في كل احتياجاتنا مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ومن سبهوش ان احنا ايه، لا خلاص هو مش سامع مننا، لا سامع وشايف وعارف. اللي خلق لك ودان مش ممكن ما يسمعش. ما انا ما جيتش في يوم كده وحطيت ودان ليا، صح؟ هو اللي خلقها. طب ازاي ما يسمعش؟ ما ينفعش. اللي خلق العينين مش ممكن مش شايفني، مش ممكن مش باصص عليا. اللي خلق القلب ده مش ممكن ما يحسش بيا. ده الآباء القديسين يقول لك احساسنا بربنا هو استجابة مننا لعمل ربنا فينا او الروح القدس فينا. يعني منادات الروح القدس لينا، احنا بنستجيب للمناداة دي لطلب ربنا ان هو يقف معانا وقفة صلاة. بنستجيب ونقول ياه وحشتني يا رب، نفسي اقف معاك وقفة صلاة. اتاري ايه؟ مش انا اللي بادي، ده هو اللي بادي جوه، هو اللي بادي جوه في صمت. فازاي ربنا بيطلب مننا ان احنا نصلي من غير ملل؟ وازاي علاقتنا الزوجية تبقى علاقة من غير ملل؟ ازاي معرفتنا بربنا وعمق علاقتنا مع ربنا هو ده اللي هيوصلنا لكسر الملل في حياتنا الزوجية؟ لان المسيح جه على الارض عشان حاجة واحدة بس، يجمعنا مع بعض تاني، صح؟ آدم انفصل، ما ده دي مشكلة، عايز يحل المشكلة. يحل المشكلة ازاي؟ ان هو يجمعنا. واتاري التجسد ده عشان ايه؟ عشان يجمعنا، عشان كده سكن جوانا، عشان كده ادانا جسده ودمه. اتحاد هو ده عمله، هو ده هدفه، نجمعنا مع بعض. فازاي نقدر نوصل لان حياتنا الزوجية تكون صلاة؟ حياتنا الزوجية تكون صلاة. يا سلام، ده ايه الجمال ده؟ ازاي نقدر نصلي كل حين ولا نمل؟ ولا نمل. والجوزي وكل حاجة بتعملها متوجهة ليها. ليه؟ لأن حضرتك بتقابل المسيح فيها، وحضرتك بتقابل المسيح فيه. وكأني كده ايه، المسيح هو واحد بيقابلكم انتوا الاثنين مع بعض. يبقى ازاي من خلال علاقتي مع شريك حياتي
هي علاقة مع المسيح في شخصه أو شخصها. هنيجي بقى إزاي نقابل المسيح؟ عايز أعرف لو المسيح كده ظهر نقابله إزاي؟ نعمل إيه؟ نجري ونحضن فيه ونكرمه. ايه ده؟ معقولة؟ انت كنت فين؟ ده انت وحشتني. تقابل المسيح فيها تبقى حياتك معاها وعلاقتك معاها صلاة. تقابل المسيح فيه تبقى علاقتك معاه هي علاقة صلاة. بتطبخي للمسيح. ازاي اكشف وش المسيح؟ ازاي اهين شخص المسيح؟ ازاي ينفع؟ ينفعش. ازاي نصلي كل حين ولا نمل؟ ازاي نصلي كل حين ولا نمل؟ انا شغال ليها وللعيال، للمسيح، للآخر. هي دي الحياة البازلة، الحب البازل. أنا تعبانة وطلعان عيني في البيت، المسيح. تبقى أنتوا كده فرحانين، يجي عدو الخير يقولك أنت ما بتصليش، ما بتروحيش اجتماعات، تروحيش الكنيسة، كل خطوة وكل حاجة بتعمليها خدمة، كل حاجة بتعملها لخدمة المسيح. نصلي كل حين ولا نمل، صلي كل حين ولا نمل. عشان كده لو في أي مشكلة أول ما تبدأ نقف إيه؟ لا حاسبه بقى، ده إيه؟ في حاجة جاية، خلينا نقوم إيه؟ مزمور عشان يقهر عدو الخير ويقهر الكبرياء. اقروا كده في يشوع بن صراخ على إيه؟ بيتكلم قد إيه على الكبرياء، حاجة رهيبة. بيقول لك إيه؟ ملوش حل. كبرياء ملوش حل. إنسان المتكبر ده ليه؟ لأن هو ده عدو الخير، سقط في الكبرياء. ويجي ربنا زي ما بنقول كده، لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. ربنا غلبه بإيه؟ عكسه، ما استوعبهوش الاتضاع. قالك مستحيل، إيه ده؟ يعني إيه اتضاع؟ يعني الله هينزل يعني؟ كلام فارغ، ما استوعبوش. كبرياء بيتعبنا جدا في علاقتنا مع بعض، نقهره بإيه؟ بمزمور. لأن وقفتنا قدام ربنا بتعرينا، بتخلينا إيه؟ بتخلينا إيه؟ متضعين. بتعرفنا نفسنا، بتكشف لنا عن نفسنا. عشان كده لازم نحاسب نفسنا. بس لو جت مشكلة، ايه المشكلة؟ اقف صلي، مفيهاش اهانة، مفيهاش اي اهانة لأي حد. طولت عليكم، انا اسف. ربنا يدينا نعمة وبركة بصلوات ابي ومعلمي ومهزمي. ربنا يخليه. صلوا من أجلي. لا ده القدسك بقى. أسئلة؟ طيب بنات أسئلة ولا أقوم لكم العيال؟
يا شباب رجعهم اتفضل. لا انا عايز افتكرهم. مين معاه الشاي؟ طيب صلوا كل حين. دي صلوا كل حين ونخدم بعض طول الوقت، دي اهم حاجه. ده اللي طلعت بيه النهارده يعني. طب كويس، اجمل حاجه. التسع نقط، اول حاجه حوار، علشان الحوار يبقى كويس لازم يبقى شيق، ولازم يبقى فيه احترام، لازم يبقى فيه تقدير للوقت. مهم جدا الحوار ده، من اجمل الحاجات. ممكن تقعدوا تقروا على موضوع الحوار، كيفية الحوار، ان انا استمع ابقى منصت جيد، بس مش منصت من غير تفاعل. وعلشان اتكلم معاها ويبقى فيه مادة للكلام، برضو يبقى فيه مشاركة مع الاخر في اهتماماتي. انا بهتم بركوب العجل، اعلمها العجل. انا بهتم مثلا بال قراية مثلا الانجيل او قراية قصص، اقرا معاها قصص. مشاركة في الحياة من كل الجوانب. لعب الكوتشينة، العب كوتشينة معاها. بلاي ستيشن. تفضل. هو انا متفق طبعا مع قدسك في اللي انت قلته، بس هو في نقطه شويه احنا بن يعني بتحصل غصب عننا، وهي روتين الحياه الزوجيه، وهو بيبقى طالع من روتين الحياه عامه. يعني هو فكره انه الحياه الديناميك بسرعه جدا، والشغل، ولو الاثنين بيشتغلوا فهو في شغله طول الوقت وهي في شغلها طول الوقت، فالوقت اللي بيبقى متبقي بيبقى غالبا للولاد، فبنوصل بالليل بنبقى ميتين فبننام، وهكذا كل يوم. فالكلام ده جميل ان احنا نعلم بعض نلعب، بس لو في وقت ان احنا نلعب اساسا. يعني هو ساعات ما بيبقاش في وقت نتيجه انه الحياه سريعه، انه التزامات كتير. فهي دي يعني انا بحس ان ده التشالنج الكبير في ان احنا نطبق الكلام اللي قدسك قلته، او ان احنا نخليه واقعي شويه. ما هو الواقعيه هتيجي منين؟ الواقعيه هتيجي منين؟ ان انا ما ينفعش ان انا ابقى بلاقي وقت، ما ينفعش ان انا بلاقي وقت اقضيه او العب مع صحابي وما العبش معاها. فاهم الفكره ازاي؟ ما بلعبش مع اصحابي برضو، هي نفس الفكره يعني. هو احنا ما بنلعبش خالص، لا مع اصحابي ولا معاها. مش اشكال، يبقى كده تمام. بس انا بقول لو انا النهارده بقضي وقت بعيد عنها، ان انا اتسامر مع اصحابي او مع صحباتي ان هي بتتكلم معاهم ومفيش مادة للكلام بيني وبينها، ليه؟ مش عشان الوقت. ما هو أنا عندي وقت بتكلم مع حد تاني، لكن لو مفيش وقت أساسا أن أنا أتكلم ومفيش وقت أن أنا ألعب، أشوف إيه اللي إحنا بنعمله مع بعض. الأطفال مثلا، ممكن أروح أتكلم على الأطفال، أتكلم أشاركها اللي حصل معايا النهاردة، هي تشاركني اللي حصل معاها النهاردة. الاستماع زي ما بقول ان انت بتقضي مع صاحبك وقت بعد الشغل، وعايز مثلا تشرب معاه كوباية قهوة، وعايز كده تريلاكس شوية. لا انا عايز اقول ايه، خلينا اي وقت انت هتقضيه، لو انت ما بتقضيش وقت وما عندكش وقت خالص ولا دقيقة، ده حاجة تاني. وانت لو ما عندكش ولا دقيقة ولا بتضيع ولا دقيقة في حياتك، ده موضوع تاني. كلموا مع بعض وانت في العربية، كلموا مع بعض وانت مع الأطفال وهم بيأكلوا، العيال بتأكل، أو انتوا بتساعدوا بعض. اللي أنا أقصده أني عمليا لو أنا بقضي وقت مع أصحابي ألعب كورة أو بتفرج على ماتش كورة، طب ما انا اشركها في ان هي تتفرج على ماتش كوره ازاي لو هي مش عارفه الكوره، فاعلمها. ونفس الحكايه مع البنات.
ما عرفش جاوبت ولا ايه. لا تمام جاوبت. انا بقول واتسك الاصرار، يعني الواحد اللي بقى عنده اصرار ان هو يقضي وقت مع زوجه او زوجته. نعم انا بقول ان الواحد يكون عنده اصرار ان انا اقضي وقت، عندي اصرار ان انا يبقى في اكتيفيتيز، يبقى يعني لو انا حاسس باهميه الموضوع ده وعندي اصرار هلاقي وقت وهلاقي اكتيفيتيز كتير ممكن اعملها. بس هو زي ما قلت في الاول خالص، ساعات الواحد بيتجنب، فالتجنب ده لان انا I'm not complimenting the difference بتاع التاني. يعني لو أنا شايف إن التاني محتاجني، مثلا هدي مثلا لو الزوج عارف إن الزوجة لو هو قعد وادالها ودنه مش هيخلص، بس ده احتياج، ما أنا لازم أعمل كده، ولا هي كمان مش هتديني نعم؟ آه يعني نصحي أنا أقول لكم حكاية بعد إذن قدسك ابونا. الله ينيح نفسه بقى، ده حد من my uncles يعني عمي، كنا هو عايش في المنصورة، ساعات كنا نروح نزورهم نقعد عندهم مثلا أسبوع ولا كده، مهما حصل لازم ما بين I think 5-6-6-7 تلاقي طنطي دخلت المطبخ كده وجابت كوبايتين قهوة وهم قعدوا، عندهم 20 واحد في البيت، عندهم 10 عندهم 5، هم لازم الكواليتي تايم ده بكوباية. لو هو القدسك لسه بتقوله القدسك لما قلتها افتكرت الحكاية دي. فعندهم إصرار، عندهم ضيوف، ما عندهمش ضيوف، عندهم مشاكل، تعبانين، عيانين، كل يوم ده المنهج بتاعهم. يعني لازم تخش جوه تلاقي طنطي كده طالعه بالصينيه بكوبايتين قهوه، مش مهم احنا قاعدين بقى بنلعب عايزينهم ضيوف عندهم، ده في وادي تاني خالص. وانا بتكلم على ناس لايك كانوا اوفر ذا 60s يعني، فده المنهج بتاعهم كان بقاله 20 30 سنه مثلا. يعني عندهم اصرار ان هم يلاقوا وقت، وفي الاول كانت يمكن استراجل، لكن في الاخر بقت عاده، وهي دي اللي كانت بتهون عليها وتهون عليه. طبعا احنا بنقعد بقى يعني بنتفرج عليهم بعد كده لما كبرنا بقى فاهم. وناس ما هم بقى كانوا يقولوا لو انتوا يعني لو انتوا غيرانين تعالوا معانا، فنقعد بقى نغلس عليهم وكده يعني. بس هي عايزه اصرار وكومبلمنتنج ذا ديفرنسز. يعني هي كزوج انا عارف لو قعدت وديت ودني لمراتي هتتاكل. طب بس زي ما ابونا قال، طب ما هي محتاجه انا المسيح في عينيها، طب ما هي محتاجاني. ولازم نفتكر happy wife happy life، يعني not happy wife آه يعني it's good one mark. أي سؤال تاني؟ أحس إنه فعلاً sometimes بيبقى روتين الحياة عموماً عامل. فكسر الروتين الحياة ده عموما مع بعض اللي هي منها الإصرار طبعا، ان احنا مثلا مش لازم كل مرة نخرج مثلا في جروب، مثلا ممكن نخرج مع بعض عشان نعمل quality time مع بعض، اللي هي الوقت اللي ممكن نقضيه مع أصحابنا حتى لو مع بعض، مش بيبقى مثلا ما بيننا احنا في quality time، بيبقى مع أصحابنا. نكسر وناخد الأجازة مع بعض، يعني نعمل activities مع بعض تخلي حتى الحياة، حتى لو احنا اصلا متصاحبين والحياه تمام وكويسه، بس احنا كسرنا روتين الحياه اللي هو طابع عام شويه هنا برضو بزياده في امريكا، يعني اللي هو مخلي الحياه على طول ورا بعض ورا بعض، عامل زي المصيف بتاع مصري، يعني ان احنا نطلع نغير جو، ان حتى لو وقت في البيت نقضيه مع بعض. بحس انه ممكن هو ده كمان يكسر الروتين ويكسر الشده اللي ممكن تكون حاصله بسبب ان انا متواصل في حاجات ورا بعض، متواصل مع الولاد، متواصل في شغل،
يمكن يعني ده اقتراح صغير انه ممكن يكسر ملل الحياة. انا بصراحة اتعلمت النهاردة من قدس ابونا الحتة ديت ان احنا يبقى عندنا روتين، وياريت نتعلمه كلنا بجد، يبقى عندنا روتين حتى لو ربع ساعة نقضيه مع بعض، يعني نجرب ونشوف هنقدر نعملها ولا لا. طبعا يعني معوقات الوقت الخصوصي اللي مع بعض ديت، الخلوة، خليها خلوة، خلوة مع واحدة خلوة. المعوقات اللي هي اكتر حاجة الالكترونيكس طبعا، يعني ايه، مش الدنيا مش هتنتهي لو سيبنا التليفون ربع ساعة ونص ساعة على جنب، صح؟ مش يعني مش هتتقلب يعني الدنيا. فبس يمكن انا استفاد ويمكن انا افيد الاخر، وفايدة العلاقة مع بعض انا اللي هستفاد منها في الاخر برضو، وعيالي هتستفاد لما يشوفوا المنظر ده. منظر جميل جدا اللي قدس ابونا بيقول عليه ده، منظر جميل جدا، منظر يخلي حتى الناس كلها تحترم الكابل دول. ما تنسوش يعني تخيلوا كده، لو احنا كده في رحلة، وبعدين زوج وزوجة اخدوا بعض وكل يوم ياخدوا بعض في وقت معين حتى ربع ساعة، ده بتاعهم، ما فيش مخلوق معاهم، يتكلموا مع بعض، يحكوا مع بعض، بيشربوا كوباية قهوة او شاي مع بعض، بيفضفضوا لبعض، هما نفسهم هيبقوا اقوياء جدا، هيبقوا اقوياء من جوه، هي ما فيش حاجة كده شخصيتهم هزاهم. العيال هيبقوا اقوياء جدا ان هما يشوفوا بابا وماما قاعدين قاعدة خاصة، الناس هيشوفوهم حاجة تاني خالص. اشكر قدسك يا ابني. في اي حاجة تاني؟ اشكركم جدا، وصلوا لي ارجوكم ارجوكم ارجوكم، وارفعوا قلبكم خمس دقايق او ربع ساعة ونص ساعة عشان هروح اغلب ابونا. ايه ابي؟ هم كلهم هيصلوا. كل مش معقول ربنا مش هيسمع. يا ابي ليه كده؟